أبواب السعودية مفتوحة أمام السياح الأجانب لأول مرة في لحظة تاريخية تعيشها البلاد، على حد تعبير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب. رئيس الهيئة العامة للسياحة حدد في مقابلة مع بلومبرغ ملامح حصول السياح على التأشيرات والشروط التي حددتها الحكومة السعودية. التأشيرات السياحية لدخول السعودية عبر الإنترنت ستكون متاحة إلكترونياً أمام مواطني 49 دولة، ويمكن للزائرين من باقي الدول استصدارها عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتشير تقارير إلى أن رسوم الحصول على تأشيرة الزيارة سوف تبلغ 440 ريالاً سعودياً أو 117 دولاراً تقريباً، وسيتمكن الزائر من الوصول إلى تأشيرة الدخول إلكترونياً في أقل من 7 دقائق أو الحصول عليها بشكل فوري عند الوصول إلى المطار. ما يمكن للسائح رؤيته هنا في المملكة العربية السعودية واستكشافه هو الثقافة، الثقافة القوية والعظيمة التي لدينا. مدننا من بين المدن الأكثر أمناً في العالم، هناك مغتربون يعيشون في السعودية ويستمتعون بها، نعيش جميعاً في أمان. الحكومة السعودية تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022، وهو ما يعادل ضعف عدد السكان، كما تتطلع للوصول إلى 100 مليون زائر في عام 2030. وتضع السعودية خطة طموحة للانفتاح على قطاع السياحة بتوسيع طاقة المطارات وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير المقاصد الترفيهية. وخلال الفترة القليلة الفائتة، نظمت الهيئات الحكومية في السعودية فعاليات تاريخية تراثية وثقافية وترفيهية خلال سلسلة من المواسم مثل العلا والدرعية والطائف وجدة، وصولاً بموسم الرياض. سيد الحديدي، العربية.